أهلا بكم مشاهدينا، وهذه التغطية من القاهرة الإخبارية لأهم وأبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية وتطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. في تغطيتنا نتابع أيضا مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومواصلة موسكو استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية. أما البداية فمع التطورات في قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب جيش الاحتلال 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 95 شهيدا و350 مصاب خلال 24 ساعة الماضية. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 36,379 شهيدا و 82,407 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي طرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. استشهد الطفل عبد القادر السرحي في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة نتيجة التجويع. هذا وأكدت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء من الأطفال جراء سوء التغذية والجفاف إلى 37 شهيدا، مشيرة إلى أن الوضع الصحي في القطاع يسير من سيء إلى أسوأ مع توسع العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وخروج كل مستشفياتها عن الخدمة. أفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية. هذا ونفذ طيران الاحتلال غارات وصفت بالعنيفة على وسط وشرق المدينة. كان المستشفى المعمداني استقبل شهيدين جراء قصف الاحتلال منزلا بالقرب من عمارة الزهارنة بمدينة غزة. يأتي هذا فيما قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية حي الزيتون جنوبي شرقي المدينة. ووسط قطاع غزة أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف منزلين، وذكرت مصادر محلية أن المنزلين يقعان في مخيم البوريج، وأشارت إلى أن صعوبة إسعاف المصابين بسبب نقص المستلزمات الطبية هي حالة تعاني منها كل الأطقم الطبية. ينضم إلينا الآن من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. يوسف، في البداية أرحب بك، إذا ضعنا في الصورة أكثر، ما هي آخر التطورات الميدانية عندك؟ نعم فيروز، تتواصل العملية البرية في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، كما يتواصل القصف المدفعي على وسط وشرق المدينة مع تمركز آليات الاحتلال عند تبت زعرب ومنطقة أيضا مفترق زعرب، وهي المنطقة التي سجلت في الساعات الأخيرة اشتباكات ما بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال. قبل قليل أعلنت فصائل المقاومة عن تفجير عبوة قالت إنها عبوة برميلية كبيرة بآلية إسرائيلية في منطقة تعرف بمنطقة أم رائد شرق مدينة رفح جنوب القطاع. كما تقدمت آليات الاحتلال المتمركزة عند بوابة صلاح
حادين باتجاه وسط المدينة، ومن ثم عادت مجددا إلى بوابة صلاح الدين. بينما تواصل أيضا ما تسمى بسلاح الهندسة الإسرائيلية القيام بتفجير بعض المربعات والمساكن في منطقة مخيم يبنى في الجنوب من وسط مدينة رفح. أيضا فيروز، قبل قليل تمكن عدد من المواطنين من الوصول إلى المنطقة الجنوبية من تل السلطان، وهي المنطقة التي كان يتواجد فيها عدد من المصابين والذين لم تستطع سيارات الإسعاف أو طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم بعد إصابتهم جراء إطلاق طائرات الكواد كابتر النار باتجاههم، لكن هؤلاء جرى نقلهم عبر عربات تجرها الدواب، وتوجه بها المواطنون نحو المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح، وتحديدا باتجاه المشفى الميداني الأمريكي. فيما يتعلق بالوضع الميداني في شمال قطاع غزة، سجل في ساعات الصباح الباكر غارات شنتها الطائرات الحربية على منطقة بلدة بيت حانون، بينما تواصل طواقم الدفاع المدني انتشال المزيد من جثامين الشهداء بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من منطقة بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا الذي سجلت فيه دمارا واسعا جراء قيام آليات الاحتلال وطائراته على مدار 20 يوم بتنفيذ أعنف الغارات، وكذلك التفجير الذي جرى لمعظم المربعات السكنية في مخيم جباليا. أيضا نقل جثمان لأحد الشهداء قبل أقل من ساعة من بلدة بيت لاهيا جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال في هذه المنطقة، لذا كانت هناك جملة من التحذيرات التي أطلقها الدفاع المدني والتي طالبت المواطنين بعدم العبث بأي من الأجسام المشبوهة في المناطق التي ينسحب منها الاحتلال، نظرا لأن بعض المؤسسات الدولية أشارت إلى أن 10% من الذخائر الحية التي يطلقها الاحتلال لا تنفجر عادة، وتبقى هذه المخلفات تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين الذين يعودون إلى منازلهم بعد انسحاب آليات الاحتلال. عدد من المصابين أيضا جراء الغارات التي استهدفت المحافظة الوسطى وتحديدا منزل عائلة الشريف في المنطقة الغربية من مخيم البريج، ومنزل آخر في بلوك 4 وسط المخيم الذي تعرض الليلة الماضية لهاتين الغارتين، إضافة إلى أن المدفعية الإسرائيلية وبشكل متقطع استهدفت أقصى المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى وكذلك المنطقة الشمالية الغربية من مخيم النصيرات. بقي أيضا أن نذكر أن القصف الذي طال منزلا في شارع الجلاء بمدينة غزة أسفر عن استشهاد الزميلة الصحفية علا الدحدوح، ليرتفع بذلك عدد شهداء الإعلاميين ومن المنظومة الإعلامية إلى 148 صحفيا ما بين مصور ومراسل وكاتب منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع. نعم يوسف. طيب يوسف، في ظل كل هذه يعني هذا المشهد المروع الذي تتحدث عنه بين استهداف الصحفيين والمدنيين والقصف المستمر على كامل أنحاء القطاع، كيف تبدو حركة النزوح أو اتجاه هذه الحركة؟ إلى أين بات الآن المدنيين يعني يتوجهون ربما أملا في إيجاد ملاذ آمن، خاصة وأنهم علموا أن حتى رفح في أقصى الجنوب لم تكن آمنة من القصف الإسرائيلي ومن العدوان الإسرائيلي؟ في الحقيقة فيروز، منذ اليوم الأول لبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحركة النزوح لم تتوقف. في اليومين الأخيرين يمكن القول إن معظم إن لم يكن جميع النازحين في المنطقة الغربية حتى من مدينة رفح انتقلوا مجبرين إلى أقصى الشمال الغربي من المدينة، وبعضهم أيضا انتقل إلى غرب مدينة خان يونس. هناك أيضا حركة نزوح يجبر عليها المواطنون حتى من المناطق الغربية من محافظة خان يونس، نظرا لأزمة المياه المستفحلة، فهم يبحثون عن منطقة تتوفر فيها المياه الصالحة للشرب، لذلك ينتقلون إلى المناطق الغربية من مدينة دير البلح وحتى إلى المناطق في المحافظة الوسطى والتي تبدو حسب الدعاية الإسرائيلية خارج ما تسمى بالمناطق الآمنة إلى محافظات وسط القطاع، وهنا أقصد المغازي والبريج والنصيرات. أيضا هناك حالة نزوح متجددة في شمال قطاع غزة منذ
منذ أن بدأ العدوان البري على جباليا انتقل مئات الآلاف إلى المنطقة الغربية من مدينة غزة. هؤلاء يعودون اليوم تباعا إلى مخيم جباليا، فيجدون أن المخيم في معظم أحيائه ومربعاته السكنية بات أثرا بعد عين، لذلك هم يضطرون أيضا للنزوح نحو المنطقة الغربية من مخيم جباليا وتحديدا في منطقة الصفطاوي ربما عند أقاربهم، نظرا لأنه لم يعد لهم مأوى في مخيم جباليا ولا حتى في المنطقة الجنوبية من بلدة بيت لاهيا. حتى أننا حينما كنا نتحدث عن عودة النازحين إلى مراكز الإيواء في مخيم جباليا، هذه المراكز دمرها الاحتلال خلال عدوانها الأخير، ودمر حتى عيادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونوروا. لذلك حركة النزوح لا تتوقف من مخيم جباليا إلى المنطقة الغربية، ومن المنطقة الغربية عودة إلى مخيم جباليا وتفقد الأضرار وحجم الدمار الذي خلفه الاحتلال. لذلك واقع النازحين واقع معقد. وهنا أيضا لابد من الإشارة إلى أننا على أعتاب فصل الصيف، واليوم هناك ارتفاع في درجات الحرارة، وهذه الخيام لا تقي الناس من درجات حرارة مرتفعة، وباتت شريحة الأطفال تعاني خطرا حقيقيا مع ارتفاع درجات الحرارة في خيام يعني مكونة من صفائح بلاستيكية وبعضها من الحديد، وترتفع فيها درجات الحرارة في ظل عدم كهرباء في كل مناطق قطاع غزة وعدم توفر الاحتياجات الأساسية لهؤلاء الأطفال. لذلك الواقع الصحي واقع سيء، الواقع الإنساني واقع معقد، وواقع النزوح يشي باستمرار هذه الأزمة طالما لم يعد الفلسطينيون إلى منازلهم. ومع كل أسف ربما معظم القاطنين هنا في قطاع غزة لم تعد أصلا لديهم مساكن بعدما دمر الاحتلال الإسرائيلي معظم الأحياء السكنية في كل المناطق التي توغلت فيها الآليات الإسرائيلية، وهنا أقصد أيضا محافظة غزة وشمالها ومنطقة البريج ومنطقة المغازي في هذه المدينة مدينة خان يونس. واليوم يدمر الاحتلال الإسرائيلي ما تبقى في مدينة رفح. نعم، طيب يوسف، يعني وأنت لربما وبالتأكيد يعني أنت تزور عدد كبير من المخيمات القريبة منك في خان يونس وتشهد حركة النزوح هذه، وبالتأكيد أنت أيضا على مقربة كبيرة من المدنيين الذين نزحوا في الشهور السابقة من مكان لآخر في ظل نقص المياه وفي ظل نقص الإمدادات الطبية. ما هي أكثر الأمراض التي رصدت أنها قد تفشت في الآونة الأخيرة بين النازحين الفلسطينيين وبين الأطفال أيضا؟ أولا سوء التغذية لدى الأطفال حسب ما تقول المؤسسات الدولية بلغ 100% في منطقة شمال قطاع غزة وفي محافظة غزة. انتشر أيضا بين الأطفال وحتى بين كبار السن مرض الهيباتيتس أو الوباء الكبدي بدرجاته المختلفة. طيب. وهناك عشرات حتى وفق ما تقول يوسف الوزارة وزارة الصحة مئات الآلاف من يوسف ابقى معي سأعود إليك مجددا لاستكمال هذه الفكرة، ولكن مشاهدينا أبث لكم هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن عن مصدر رفيع المستوى. مصر أكدت لكافة الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، كما حملت مصر الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج عن هذا الإغلاق وتفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة. إذن ذكر أيضا هذا المصدر مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية أن جهودا مصرية مكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة بقطاع غزة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير. كما أضاف المصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية أن اجتماعا مصري أمريكي إسرائيلي مزمع عقده خلال غدا بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح في ظل تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المنفذ.
إذن أعيد لحضراتكم هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن، حيث صرح مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية أن مصر أكدت لكافة الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، كما حملت مصر الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج عن هذا الإغلاق وتفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة. هذا وأكد مصدر رفيع المستوى أكد للقاهرة الإخبارية جهود مصر المكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة بقطاع غزة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير، كما أكد المصدر ذاته اجتماعا مصريا أمريكي إسرائيلي مزمع عقده غدا بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح في ظل تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المنفذ. إذن أعود من جديد إلى خان يونس وزميلي يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. نعم يوسف، تفضل بإكمال الفكرة. نعم فيروز، كنا نتحدث عن تفشي الأمراض وقلنا إن سوء التغذية هو الخطر الأكبر الذي يحدق بالأطفال، بدلالة أن العشرات منهم قد توفوا منذ بدء هذه الحرب نظرا لسوء التغذية وأيضا عدم توفر المستلزمات العلاجية، إضافة إلى مرض الوباء الكبدي، هذا انتشر بشكل كبير بين النازحين، أمراض جلدية أصيبوا بها إضافة إلى أمراض صدرية. كل هذا له علاقة أيضا عدم قدرة الهيئات المحلية على توفير احتياجات السكان. نحن نتحدث عن خيام، هذه الخيام تقام على مقربة من مجمعات للنفايات ولا تستطيع سيارات البلدية الوصول ورفع كل هذه المخلفات من وراء الخيام، لذلك هناك أمراض عديدة أصيب بها النازحون منذ بدء هذه الحرب في ظل النقص الحاد أيضا في الإمكانات الطبية وفي ظل أن هناك منظومة صحية تتهاوى على وقع الضربات، إضافة إلى أن إلى جانب انتشار الأمراض هناك مرضى مصابون بأمراض مزمنة لم تعد تتوفر لديهم ربما الأدوية الكافية، وآخرون يحتاجون إلى جلسات طبية مثل مرضى السرطان بعد سيطرة الاحتلال على المشفى الوحيد الذي كان يقدم الخدمات لهذه الشريحة. هؤلاء منذ 8 أشهر لم يتلقوا أي جلسات علاجية سواء في محافظة شمال القطاع ومدينة غزة أو حتى هنا في جنوب القطاع. من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. أكد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن مقترح الرئيس جو بايدن يهدف إلى الضغط على حركة حماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، كما أشار أكسيوس إلى أن بايدن يهدف إلى تعبئة الدعم الدولي للتوصل إلى صفقة لتبادل المحتجزين وإنهاء الحرب في القطاع، لافتا إلى أن الأمر يتوقف الآن على حماس إذا كانت ستعود للمفاوضات أم لا. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يرفض فكرة وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة قبل تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية. في هذا السياق أكد نتنياهو أن شروط تل أبيب لإنهاء الحرب على غزة لم تتبدل، واشترط نتنياهو لوقف العدوان إعادة المحتجزين الإسرائيليين وضمان لا تشكل غزة تهديدا لتل أبيب. يذكر أن الحكومة الإسرائيلية قالت في وقت سابق إن الحرب على غزة لن تنتهي إلا بعد تحقيق كل أهدافها.
هذا أكدت حركة حماس أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من دعوته إلى وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى. قالت الحركة إنها تعتبر أن هذا الموقف الأمريكي وما ترسخ من قناعة على الساحة الإقليمية والدولية من ضرورة وضع حد للحرب على غزة هو نتاج الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني. شددت حماس على استعدادها للتعامل بنحو إيجابي وبناء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكنهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى والمحتجزين إذا ما أعلن الاحتلال التزامه الصريح بذلك. إذن للمزيد ينضم إلي من الناصرة فايز عباس الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد فايز، في البداية أرحب بك. إذن بالنظر إلى هذا المقترح الأخير الذي أعلن عنه جو بايدن، يعني من ناحية حماس تعلن أن لديها نظرة إيجابية لهذا المقترح، ولكن المقترح الذي خرج على لسان بايدن على أنه مقترح إسرائيلي، تقوم الحكومة الإسرائيلية بالحديث أنها لن تنهي الحرب إلا بعد تحقيق أهدافها. ما حقيقة هذا الطرح؟ ويعني بين الرفض الإسرائيلي وربما التفهم من جانب حماس والأمل الأمريكي، ما الذي قد يحدث؟ مساء الخير. عمليا الرئيس الأمريكي بالأمس هو طبعا قام ببث الصفقة الإسرائيلية والبرنامج الإسرائيلي لهذه الصفقة، وليس أمريكيا هذا الاقتراح وإنما إسرائيليا. وطبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن ذلك بوضوح، حتى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية كانت قد منعت نشر هذه الخطة الإسرائيلية قبل الإعلان عنها طبعا من قبل الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي يعني هو طبعا طلب من إسرائيل أن تنفذ هذه الصفقة التي اقترحتها هي، على ما يبدو أن الرئيس الأمريكي لا يثق بحكومة بنيامين نتنياهو أن تنفذ حتى مقترحاتها هي. لذلك هو يعني ليس صدفة أن يخرج بالأمس وبعد دخول السبت لدى اليهود، يعني هذا يعتبر يوم مقدس ولا يمكن الرد على ما قاله الرئيس الأمريكي حتى خروج السبت اليوم بعد الساعة 8 مساء. عمليا هذه الخطة هي إسرائيلية بامتياز، لكن نتنياهو بعد أن قام الرئيس الأمريكي بإنهاء كلمته وتلقى دعوة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، لربما لأنه وافق على هذه الصفقة بشكل أو بآخر، وأصدر بيانا قال فيه أن حكومة إسرائيل موحدة لإعادة المحتجزين من قطاع غزة وتحقيق أهداف هذه الحرب. أي عمليا هو يريد من أراد من خلال هذا البيان، حتى وإن كان يوم السبت وهذا بشيء طبعا استثنائيا أن يقوم رئيس حكومة إسرائيلية بإصدار بيان يوم السبت بسبب قدسية هذا اليوم، هذا يعني أن نتنياهو هو فعلا يقف وراء هذه الصفقة، لكنه يحاول إرسال رسائل إلى طبعا شركائه في الائتلاف الحكومي مثل بن غفير وسموتريتش وغيرهم من المتطرفين الذين يعارضون أي نوع من الصفقة في قطاع غزة، وإنما يطالبون باحتلال قطاع غزة. نعم سيد فايز. طيب إذا افترضنا أن
ما قلته الآن هو أن نتنياهو هو من يقف وراء هذه الصفقة، ولكنه لا يريد الإعلان عن ذلك أمام يعني الآخرين في الحكومة، سواء في مجلس الحرب أو في الحكومة الإسرائيلية. في خطاب جو بايدن كان هناك في الحقيقة جملة مهمة جدا، الرجل قال يجب أن تنتهي هذه الحرب لأن هناك مخاطر من أن تزيد هذه الحرب من عزلة إسرائيل. هل هذا هو السبب الذي ربما قد يدفع نتنياهو اليوم للبحث عن حل آخر بديل عن الحرب أو لتهدئة الأوضاع بعد أن بات فعلا في عزلة وبدأت دول أوروبية كبيرة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ نعم هذا صحيح، يعني إسرائيل في عزلة، فعلا في عزلة، وليس العزلة السياسية فقط وإنما العزلة الاقتصادية الأكاديمية. هناك العشرات من الجامعات قطعت علاقاتها بإسرائيل، حتى أن فرنسا الحليف لإسرائيل طلبت من إسرائيل عدم المشاركة في معرض للأسلحة في فرنسا بسبب الحرب على قطاع غزة، وهذا أغضب بنيامين نتنياهو وباقي قيادة إسرائيل. اليوم إسرائيل هناك أيضا تخوف من قبل نتنياهو بأن تقوم المحكمة الجنايات الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحقه وحق وزير الأمن جالانت. وأيضا يعني بدأنا نسمع عن اعترافات بشكل واسع بالدولة الفلسطينية، مظاهرات ضد كل ما هو إسرائيلي في أوروبا وحتى الولايات المتحدة. هذا يعني أن إسرائيل هي فعلا، ولا أحد يزور إسرائيل بالمناسبة سوى بعض أعضاء من الكونغرس من المتطرفين جدا لصالح إسرائيل. هذه العزلة فعلا بدأت تؤثر على إسرائيل كثيرا، خاصة بعد قرار أيضا محكمة العدل الدولية بوقف الحرب على قطاع غزة أيضا، مع أن إسرائيل لم تمتثل لهذا القرار. هذا يعني أن إسرائيل في وضع لا تحسد عليه من الناحية السياسية والدبلوماسية والاقتصادية أيضا، حتى أن إسرائيل اليوم تعاني من مشكلة في شراء السلاح في بعض الدول التي كانت طبعا هي من تزود إسرائيل بهذا السلاح. اليوم إسرائيل أصبحت يعني دولة غير مرحب بها، حتى أن الإسرائيليين غير مرحب بها. سيد فايز، سأذهب معك الحديث عن الداخل الإسرائيلي، ولكن نتحدث عن آخر نقطة، عن هذا الطرح الذي تم الإعلان عنه من قبل جو بايدن. الطرح في مجمله في مراحله الثلاث قد يبدو طرحا مقبولا جدا، ويعني يؤسس لعدد كبير من المتطلبات التي من شأنها أن تعيد ربما شيء من الحياة لمن فقدوها في قطاع غزة، ولكن ألا يبدو البعض يعني بعض النقاط في هذا المقترح فضفاضة يعني بما يميل للشك في مستقبل مثلا المرحلة الثالثة حين تم التحدث عن إعادة الإعمار؟ لم يتم الإشارة في هذه النقطة إذ ما كان سيتم إعادة الإعمار في وجود حماس، بدون وجود حماس، في وجود سلطة إسرائيلية في قطاع غزة. يعني ما بين السطور في هذا الطرح، هل هناك ما يقلق في رأيك؟ طبعا يعني هناك ما يقلق، المفروض القيادة الفلسطينية وليس إسرائيل. بايدن عندما تحدث بالأمس ولم يذكر حل الدولتين كما كان يفعل في السابق، ولم يذكر من سيستلم السلطة في قطاع غزة، لكن عمليا يعني هو يلمح إلى أن حماس ستبقى في قطاع غزة، ولم يقل ذلك بشكل واضح، وقال أن حماس لا تستطيع أن تنفذ الآن عملية عسكرية كما حدث في 7 أكتوبر، لكنها اليوم ولا تستطيع أن تواصل حربها على إسرائيل لأنها فقدت قدراتها العسكرية. هذا تلميح واضح بأن هناك إمكانية لبقاء سلطة حماس على الأقل من الناحية المدنية وليس العسكرية. طبعا يعني عدم ذكر
القضية الفلسطينية بالمرة والحل الدولتين وعدم التطرق بالمرة إلى القيادة الفلسطينية الحالية، هذا غاية في الخطورة باعتقادي، وهذا شيء يعني خطير جدا على القضية الفلسطينية. لربما ما هذا ما يريده نتنياهو، أن يبقى الفصل الكامل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وهذا طبعا طبعا هذا حلم نتنياهو لكي لا تتم هذه الوحدة ولكي لا تقوم الدولة الفلسطينية بالمرة. وفي الضفة الغربية الاستيطان يعني هو أصبح يعني كثيف جدا، الاستيلاء على الأراضي في الوقت الذي تريد إسرائيل، وهي طبعا يعني إسرائيل قامت بدعم حماس خلال سنين طويلة بإدخال ملايين الدولارات شهريا نتنياهو لحماس لكي يبقى هذا الفصل بين الضفة وقطاع غزة. والآن يتحدثون هذه النظريات من ضمن نظريات كثيرة يمكن أن يتفق أو يختلف عليها. طيب سيد فايز، سأذهب معك وأنت متخصص في خبير في الشؤون الإسرائيلية، سأذهب معك للداخل الإسرائيلي. كاتب في صحيفة جيروزلم اليوم يصف قيادة أو فترة حكم نتنياهو لإسرائيل بأنها فترة القيادة المنفردة، ويقول أن سبب كل الخسائر التي تتكبدها إسرائيل اليوم هي أن نتنياهو خرج عن عقال العقل ولا يتحدث سوى بصفة أو بصيغة أنا من أمرت وأنا من فعلت. في رأيك هذا الفكر، هل يوقع نتنياهو، هل من الممكن أن يسقط نتنياهو قبل الوقت المحدد ويحل محله أحد يعني الخلفاء الكثيرين الذين يتم الحديث عنهم ومن بينهم حتى صديقه لابيد؟ لا بالطبع، لا لابيد هو معارض لنتنياهو وليس صديقا لنتنياهو. عفوا، نعم أنت على حق. عفوا يعني عمليا هذا لن يحدث، لأن نتنياهو هو يتصرف هكذا، هذا ليس بجديد وليس بعد 7 أكتوبر وإنما منذ فترة طويلة جدا من قيادة إسرائيل هكذا يتصرف بنيامين نتنياهو. هو من يتخذ القرارات ولا يعود إلى أحد في اتخاذ القرارات، هي قرارات، لنقل أن نتنياهو هو الديكتاتور في قراراته، ولا أحد يستطيع داخل الائتلاف الحكومي أن يعارض نتنياهو في هذه القرارات. اليوم بدأ هو يشعر بالقلق من تهديدات بن غفير، يعني طبعا يعني بن غفير يجر نتنياهو إلى اليمين الفاشي، لكن عمليا يعني في نهاية الأمر من يقرر هو بنيامين نتنياهو. نتنياهو اليوم الائتلاف الحكومي هو مستقر جدا للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، حتى أن هذا الاستقرار في لحكومة إسرائيل، لأن هذه الحكومة تركيبة هذه الحكومة من أحزاب اليمين الفاشية التي لم تحلم ولا مرة بأن تصل إلى السلطة، وأيضا أحزاب المتدينين الذين يملكون الآن على القدرة الكافية على ابتزاز هذه الحكومة، إن كان من ناحية خدمة طلاب المعاهد الدينية في الجيش أو الحصول على مليارات الدولارات. سيد فايز، للمؤسسات هذه الأحزاب اليوم وقد انشقت الصفوف الداخل الإسرائيلي، وكما ذكرت إيلباد عدو بنيامين نتنياهو سواء هو أو بني غانتس من تيار الوسط، ما الذي يملكه هذا التيار في إسقاط بنيامين نتنياهو في هذا الوقت؟ لا يملكون أي شيء لإسقاط بنيامين نتنياهو، هم فقط يعني يتحدثون للإعلام، وهناك محاولات من وراء الكواليس يعني تجنيد قادة المعارضة الآن لكي يحاولوا إقناع عدد من أعضاء الليكود في الكنيست التمرد على بنيامين نتنياهو، لكن أنا لا أرى أي إمكانية لأن يقوم أحد من هؤلاء بالتمرد على بنيامين نتنياهو، لأن قدرات نتنياهو داخل حزب الليكود، هو طبعا يستطيع القضاء على كل سياسيا طبعا
على كل من يعارضه داخل الليكود. هو استطاع التخلص من زعيم الليكود الأكبر إسحاق شامير، وأيضا تغلب وطرد أريك شارون من حزب الليكود ودافيد ليفي وغيرهم وأمراء الليكود الذين ترأروا داخل الليكود، وهو طبعا رأى بهم يعني من لربما سينافسونه مستقبلا أو في تلك الفترة على رئاسة الليكود، وقام نتنياهو بالتخلص منهم وطردهم من حزب الليكود. لذلك نتنياهو لا يستطيع أحد الآن أن يحرك نتنياهو من موقعه في رئاسة الحكومة. شكرا لك سيد فايز عباس من الناصرة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا لك على كل هذا، على كل هذه التفاصيل، وأعتذر عن المقاطعة لضيق الوقت. أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على ضرورة إيقاف الحرب على قطاع غزة، كما أشار ماكرون في تغريدة على موقع إكس إلى تأييد باريس الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة لوقف الحرب على القطاع، مضيفا أننا نعمل مع شركائنا في المنطقة من أجل إحلال السلام والأمن للجميع وإطلاق سراح المحتجزين والمضي قدما في حل الدولتين. إذا للمزيد ينضم إلي من مارسي مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير. خالد، إذا أرحب بك، ضعنا في تفاصيل أكثر حول تصريحات إيمانويل ماكرون حول الطرح الأمريكي الأخير. فيروز، بعد التحية، لعل هذه التويتة التي غرد بها إيمانويل ماكرون تخرجه من هذا المأزق الذي لا طالما تم انتقاده تارة من الأحزاب اليسارية في البرلمان الفرنسي وطارة أخرى من الفيدراليات العمالية والشبابية في الشارع الفرنسي، وبصفة خاصة أن القرار الفرنسي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يكن واضحا من قبل الرئيس الفرنسي، ظهر هذا جليا من خلال تصريحات سابقة لوزير الخارجية ستيفان سوشورني، وأيضا من قبل الرئيس الفرنسي نفسه في زيارته الأخيرة إلى برلين، مما جعل الرئيس الفرنسي يقوم بالاتصال أول أمس بنظيره الفلسطيني، يعني راهنا الاعتراف بعملية إصلاح في الأراضي الفلسطينية بما فيها غزة كشرط مسبق للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وكانت التصريحات كلها بتؤكد على أن الرئيس الفرنسي يحاول بصورة أو بأخرى وضع الكرة في الملعب السلطة الفلسطينية، وذلك من أجل القيام بالضغط على السلطة الفلسطينية للإشراف على غزة. تأتي هذه العملية وهذه التويتة لتؤكد بالتأكيد على أن كتب باللغة العربية، على فكرة باللغة الفرنسية وباللغة العربية، من 5 دقائق تقريبا: الحرب في غزة يجب أن تنتهي، ونحن نؤيد الاتفاق الشامل الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية، مثلما نعمل مع شركائنا في المنطقة من أجل السلام والأمن للجميع، إطلاق سراح الرهائن ووقف دائم لإطلاق النار، للعمل من أجل السلام والمضي قدما في حل الدولتين. هذا هو ما غرد به الرئيس الفرنسي، وكأنه يعني طوق نجاة ينقذ الحكومة الفرنسية التي في مأزق قبل أسبوع من انطلاق العملية الانتخابية، انتخابات البرلمان الأوروبي الذي تتصدر فيه اليمين المتطرف بقيادة جوردان بلدلا استطلاعات الرأي. من مرسيليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. والآن نتحول إلى تطورات العمليات الروسية الأوكرانية. Ukraine's future is in NATO. Counting on us. Защитим и наш народ. Слава Украине. We'll be right back.
أعلنت أوكرانيا إسقاط 35 من 53 صاروخاً و46 من 47 طائرة مسيرة روسية الليلة الماضية. على صعيد متصل ذكر مسؤولون أوكرانيون أن روسيا استهدفت منشآت للطاقة في 5 مناطق بطائرات مسيرة. وأشارت شركة تشغيل الشبكة الوطنية الأوكرانية إلى أن الهجوم يعد السادس من نوعه ضد البنى التحتية للطاقة، وأفادت بأن الهجوم ألحق أضرارا مادية فادحة في محطات الطاقة الحرارية. إذن ينضم إلي من كييف دكتور سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور، في البداية أرحب بك، وتعقيبا على هذا الخبر الذي قرأناه منذ قليل، الخبر الذي يتحدث عن استهداف البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، ما مدى خطورة ذلك، وأيضا ما هي الرسائل التي تأتي خلف هذا الاستهداف؟ مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. طبعا كما ذكرتم في كلامكم أن هذا هو الهجوم السادس الواسع الذي تشنه القوات الروسية على البنية التحتية للطاقة في الأراضي الأوكرانية وفي عمق الأراضي الأوكرانية، وهي بذلك تحاول عمليا الضغط على البنية التحتية وعلى المجتمع الأوكراني من حيث أن نقص الطاقة والكهرباء الضرورية جدا من أجل استمرار التصنيع في المعامل وأيضا البنية التحتية الصناعية والزراعية من ناحية، والناحية أخرى أيضا من أجل إنارة البيوت وكهرباء المنازل، وخصوصا أننا ندخل إلى فصل الصيف الحار عادة خلال الفترة خلال السنوات الماضية، حيث اليوم على سبيل المثال في العاصمة الأوكرانية درجة الحرارة نحو 32 درجة مئوية، وهي مرتفعة في معايير أوكرانيا، ومما يعني استهلاك أكبر للطاقة للتبريد وللمكيفات وغيرها. وبنقص الطاقة الكهربائية سوف يعاني المجتمع الأوكراني بشكل أكبر، وهذا يعني أن الهدف الرئيسي هو الضغط على المجتمع الأوكراني والصناعي من أجل أن يرضخ من للمطالب الروسية والتنازل عن هذه الأراضي من أجل إيقاف هذه الحرب. لكن شهدنا يعني سابقا مثل هذه المحاولات ولكن فشلت، خصوصا منذ عام ونصف عندما حاول الجيش الروسي يعني إيقاف إمداد الكهرباء في فصل الشتاء من أجل يعني أن يزيد من معاناة الشعب الأوكراني، ولكن إصرار الشعب الأوكراني على الصمود كان واضحا. دكتور سعيد، هي ربما خطوة فارقة منذ بدء هذه الأزمة، الولايات المتحدة الأمريكية والغرب حلفاء الولايات المتحدة يتحدثون عن أهمية دعم كييف يعني تكون قادرة على الدفاع على نفسها، ولكن مؤخرا واشنطن أعطت الضوء الأخضر لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية في استهداف الداخل الروسي. في رأيك ما هي عقبات هذا التصريح، وما هي الدول التي قد تنضم أيضا لواشنطن في إعطاء أوكرانيا الضوء الأخضر في استهداف مواقع داخل روسيا؟ طبعا يعني الولايات المتحدة بسماحها بالأمس انضمت إلى نحو 12 دولة أخرى كانت قد أعلنت سابقا عن موافقتها وعدم ممانعتها لاستخدام الأسلحة التي تقدمها في لأوكرانيا لاستخدامها داخل الأراضي الروسية، ولكن ضمن حدود القانون الدولي وضمن المادة 51 للأمم المتحدة التي تعني بالدفاع عن النفس، وهذا يعني استهداف فقط البنية العسكرية التحتية وأيضا اللوجستية التي يمكن استخدامها لدعم القوات التي تقوم بالهجوم أو التي تستعد للهجوم.
وقد حددت الولايات المتحدة بالأمس أن استخدام هذه الأسلحة فقط منوط بمنظومة هايمرس التي يصل مداها إلى 80 كيلومترا وفقط على محور إقليم خاركوف. أما باقي الدول فقد سمحت باستخدام المدفعية التي يصل مداها إلى نحو 50 كيلومترا وفقط بريطانيا سمحت باستخدام ستورم شادو صواريخ التي يصل مداها إلى نحو 300 كيلومتر. أما باقي الدول يعني حتى الآن لم تصرح بالنفي بالدعم هذا التوجه أم لا، لكن يعني هذا سوف يساهم يعني ويعطي الإمكانيات أكثر للقوات الأوكرانية للدفاع عن نفسها وعن أراضيها في منطقة في إقليم خاركوف. وقد شهدنا اليوم عمليا قامت القوات الأوكرانية بنشر فيديوهات لبدء استخدام هايمرس بضرب مجالا للشك أيضا دكتور سعيد، يعني للأسف وهذه الخطوة من شأنها أيضا تصعيد ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، حتى أن روسيا هددت باستخدام السلاح النووي التكتيكي في حال قامت أوكرانيا باستهداف مواقع داخل روسيا. بالتأكيد المستقبل سيكشف المزيد حول هذه الأزمة وما ستؤول إليه. أعتذر منك لضيق الوقت وأشكرك على كل هذه التفاصيل. من كييف الدكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. أعلنت مصادر روسية إسقاط أهداف جوية بالقرب من بلغرود، وأشارت إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء هذا الهجوم الذي غالبا ما تنسبه موسكو لهجوم أوكراني. كان مراسلنا أفاد بسماع دوي 7 انفجارات في سماء مدينة بلغرود. إذا للمزيد ينضم إلي من موسكو دكتور رامي القليوبي الكاتب والباحث في الشأن الروسي والأكاديمي بكلية الاقتصاد بمعهد الاستشراق بموسكو. دكتور في البداية أرحب بك. إذا دكتور رامي، يعني مقال في ذا جارديان تحدث عن تهديدات روسية بشن حرب نووية إذ ما قامت أوكرانيا بتوجيه ضربات بأسلحة أمريكية داخل أراضي الروسية وبحسب الضوء الأخضر الذي منحته واشنطن لكييف، في رأيك هل من الممكن أن تقوم روسيا بذلك فعلا؟ حتى نجيب عن هذا السؤال لا بد أن ننظر إلى نص العقيدة العسكرية والنووية الروسية والتي تحدد حالات استخدام السلاح النووي بحالتين اثنتين، كلاهما هي تعرض روسيا او حلفائها بهجوم باستخدام اسلحه الدمار الشامل، والحاله الثانيه هي تعرض روسيا لهجوم باسلحه تقليديه في حال كان يشكل تهديدا لوجودها كدوله. فاذا طبقنا هذين المعيارين على السماح الغربي باستهداف العمق الروسي فكلتا الحالتين غير متوافرتين، لأنه بكل تأكيد الغرب لن يسلم أوكرانيا أسلحة الدمار الشامل، فأوكرانيا اليوم هي دولة فاشلة لا تتحكم في كامل أراضيها، فبالتالي لا يمكن تزويدها بأسلحة الدمار الشامل. أما الحالة الثانية فحتى إذا وقعت بعض الهجمات في الداخل الروسي فهي لا تشكل تهديدا وجوديا للدولة الروسية، وفعليا الامور متماسكه. صحيح ان الوضع في المناطق الحدوديه مثل بلغورد متوتر وهناك اعمال قصف مستمره، ولكن هذا لا يرقى باي حال من الاحوال الى وضع يمكن تصنيفه على انه يشكل تهديدا وجوديا للدوله الروسيه. نعم. طيب دكتور رامي، في رأيك هل تنضم ألمانيا، خاصة وأن الحديث منذ صباح اليوم يتم الحديث على أن برلين قد تنضم لواشنطن في أيضا إعطاء الضوء الأخضر لأوكرانيا في استهداف مواقع داخل روسيا، وإن كان حتى الحديث عن استهداف بنا عسكرية في روسيا وليست مدنية، ولكن إلى أي مدى من الممكن أن يعني يتم الالتزام بذلك من الجانب الأوكراني إذا ما عكفت أصلا على القيام باستهداف مواقع روسية؟
أعتقد أن أوكرانيا إلى حد كبير ملتزمة باتفاقاتها مع الدول الغربية، وسبق للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوضح في أحد تصريحاته أنه في حال لم تلتزم فسينقطع الدعم العسكري عن بلاده وستصبح وحيدة في مواجهة موسكو. فبالتالي أعتقد أنه سيكون هناك قدر كبير من الالتزام في حال سمحت الدولة بعينها باستخدام أسلحتها لاستهداف المواقع العسكرية الروسية حصرا، فهذا سيصبح هو الهدف أو الغاية من استخدام هذه الأسلحة وليس غيره. نعم. طيب دكتور رامي، في رأيك يعني اليوم إلى أي مدى بات يتم الظن أو الإعلان بشكل أو بآخر بأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الغرب يشنون حربا بالوكالة في أوكرانيا ضد روسيا، خاصة بعد هذه الإعلانات عن استخدام الأسلحة الأمريكية على وجه الخصوص في استهداف مواقع روسية؟ لوقع هذا الطرح موضوع إلى حد كبير، ولكنه ليس بوليد اللحظة، بل نشهد هذا الوضع فعليا منذ عام 2014 حين وصلت حكومة موالية للغرب في أوكرانيا إلى السلطة، وكان حينها الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو هو الذي يدفع بتعزيز الشراكة مع الغرب مقابل خفض مستوى العلاقات مع روسيا. ومنذ ذلك الحين فعليا بدأت هذه الحرب الهجينة بالوكالة في منطقة دونباس في الشرق الأوكراني، ثم تطورت إلى حرب مفتوحة، وإن كانت هي حرب مفتوحة بين روسيا وأوكرانيا، بينما الغرب يخوضها كحرب بالوكالة ضد روسيا لاستنزافها عسكريا وسياسيا واقتصاديا، إدراكا منه أنه لا يمكن إلحاق هزيمة بقوة عسكرية عظمى ساحة المعركة فقط. شكرا جزيلا لك من موسكو دكتور رامي القليوبي، الكاتب والباحث في الشأن الروسي والأكاديمي بكلية الاقتصاد بمعهد الاستشراق في موسكو. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا أكون وصلت معكم لختام هذه التغطية التي خصصناها للوقوف على آخر التطورات سواء في قطاع غزة أو في الأزمة الروسية الأوكرانية. كنت معكم على مدار هذه الساعة أنا فيروز مكي، شكرا لكم، وتلتقون على رأس الساعة بخدمة إخبارية جديدة من القاهرة الإخبارية. إلى اللقاء.